وفي مفاجآت رهيبة، بس كله هيجي بالعربيات. الساعة 3 بكرة مهم جدا عند المنصة كلنا، وهنقول قوم نادي الصعيدي وابن اخوك البورسعيدي اسكندراني لما دي لمت رجال، وانا هاجي مع السوهاجي والقناوي والسيناوي والمحلاوي اللي مية مية والنوبة الجومة. خلاص يا جماعة بكرة محدش ينسى، هتيجي ولا لا؟ جايين بكرة 3 عند المنصة نسمع الأغنية تاني وبشر الخير. يلا طالعين من عباسيه للكوربه. ليه؟ حب الراجل احنا بنحبه. تعقيبك ايه على نتيجه التصويت على رئاسه الجمهوريه في الخارج؟ ده الطبيعي. ايه اللي انت طالبه من الرئيس القادم او من المشير عبد الفتاح السيسي؟ الامن وعيشه كويسه بس مش اكتر ولا اقل. عايزين عيشه كويسه وعايزين امن كويس وعايزين استقرار، ناس تشتغل وتبقى مبسوطه. انت متوقع ان نتيجة تصويت على رئيس الجمهورية هيبقى نفس اللي في الخارج؟ اكتساح للسيسي ان شاء الله. هو انقذ مصر، بس احنا بنحبه عشان انقذ مصر. يعني الناس بتفتكر ان احنا بنتكلم على شخص، هو مش شخص، مش على شخص. السيسي لو جالنا ايه هنعمل